بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بالشابيتر نيميرو 5 هو الكرواسونس باكتيريا، يعني نمو البكتيريا. يعني نظرة عامة يمكن قالك تعريف النمو البكتيريا على مستوى السكان أو على مستوى الخلية، تكون ظاهرة انقسام الخلايا متقطعة في حين أن ظاهرة السكان أو المستعمرة يعني مستمرة. يتجلى نمو الفرد من خلال الزيادة الكتلية الحجم، يعني الحجم الكتلة، ويتجلى نمو خلال زيادة عدد أفراد وعدد ما يترافق مع زيادة الكتلة الحيوية. صح، النمو يتطلب ظروف بيئية مواتنة، ويعني بوجود الطاقة، الكربون، النيتروجين، الأملاح وعوامل النمو، وظروف فيزيائية جيدة، يعني درجة الحموضة، درجة الحرارة، ضغط تناضحي، تهوية إلى آخره. نبدأ بلا ميزور دو كرواسونس، يعني قال لك قياس النمو. هنالك عدة أساليب من الأساليب المتاحة تجعل المعلمتان من الممكن تحديد أو تقدير عدد البكتيريا، كمية الكتلة الحيوية وعدد الخلايا، كلاهما مرتبط بوحدة حجم الوسيط. في لاميزور دو كرواسونس واش لازمنا؟ لازمنا لاميزور دو لا كونتيتي دو بيوماس، يعني قياس كمية الكتلة الحيوية. في قياس كمية الكتلة الحيوية كاين ديتيرميناسيون دو بوا ساك، يعني تحديد الوزن الجاف الطريقة مباشرة. فهذه يتم هذه الطريقة عندما تكون عدد الخلايا غير مناسب مع كمية الكتلة الحيوية. أولا يمكن تحديده، يجب أن لا يحتوي الوسيط على مواد معلقة ويمكن أن تشوه النتائج. تتطلب هذه الطريقة كميات كبيرة من العينات. يمكن فصل الكتلة الحيوية عن طريق الطرد المركزي أو عن طريق ترشيح. الغسيل ضروري يعني لتجنب أي تحلل للخلية. يتم إجراء التجفيف في الفرن عند درجة 100 درجة مئوية إلى وزن ثابت، يعني نوزنوها في البداية وبعدها نروح نسخنوها. لاميزور دو تروبل يعني قياس الاضطراب، يعني الطريقة غير مباشرة. يعني هذه ميثود ديريكت، كيفاه نوزنوا البكتيريا؟ قال لك نوزنها في البداية وبعد نروح نشوفها وبعد نوزنها وبعد نروح نشوف الفرق نتاعها. الغير مباشرة هو الاضطراب، وهي أبسط وأسرع عملية. إنها طريقة بضربة تسمى العكارة المعكوسة، تعتمد على قياس انتقال الضوء من خلال تعليق خلايا وفقا للقانون التالي. يعني ها هو القانون تاعها، الآي يساوي لوج الإي زيرو على الإي. من الضروري الحصول على منحنية قياسية دي أو، الامتصاص يعني دي أو أبسوربي يساوي الإف بيوماس. صح، الاف هو لو نومبر دي سيلول، يعني عدد الخلايا. صح، هذه التقنيه غير قابله للتطبيق مع وسط زرعه ملونه او تعكر، يعني كما انه غير قادر على تمييز الخلايا الميته من الخلايا الحيه. هذا ثانيا البي يعني والسي دوزاج ان كونستيتيواسيون سيلولار، يعني تحديد المكونات الخلويه. الطريقه هذه غير مباشره. المكونات الرئيسية المقاسة هي البروتينات، الأحماض النووية. يمكن تحديد محتوى البروتين مباشرة عن طريقة ستيكلاند تفاعل البوريت، أو بطريقة كجي وراء كجي جلد هال ولا يسمونه، بطريقة مباشرة والتي تسمح بتقدير محتوى النيتروجين بتطبيق عامل الضرب قدره 6.25، ويمكن إجراء اختبار الحمض النووي آدياً الذي يكون محتوى الخلية، يكون في محتوى الخلية ثابتة، ولكن العملية هذه دقيقة. يعني الدي ميزور لاكتيفيتي سيلولار، يعني ميثود ثاني انديركت، يعني قياس النشاط الخلوي. من الممكن قياس إما باستهلاك طبقة موجودة في الوسط، أو إنتاج جزيء تفرزه الخلايا، أو تغير فيزيائي كيميائي في الوسط. وهناك علاقة متكافئة بين الركائز اللازمة للنمو والمنتجات التي تم تشكيلها. قد تكون الركيزة مصدر الكربون أو النيتروجين أو الأكسجين أو عامل نمو أو عامل محدد لمحدد البكتيريا أثناء نموها، وترفض في المتوسط منتجات الأيض الخاصة بهم. يعني هذا وش كاين في الميزير دو لا كونتيتي بيوماس. عندنا لا دوزيام يعني نيميراسيو دي سيلولار، يعني إحصاء الخلايا. فيها نيميراسيو ديركت، إحصاء مباشر. هذه الأساليب فورية قال لك، وتجعل من الممكن حساب جميع الخلايا، ويمكن تحديد عدد الخلايا بتقنيتين الأكثر استخداما. وين هم التقنيتين؟ كاين ليكتور أو
ميكروسكوبيك وكاين كومتور دو بارتيكول، يعني القراءة الميكروسكوبية وتمارس هذه الطريقة على نطاق واسع للبكتيريا الكبيرة باستخدام مقياس الكبداء وعدد الجسيمات، يعني كونتور بارتيكولار. يقوم هذا الجهاز تلقائيا بحساب جسيمات الخلايا في التعليق. هذه الطريقة لها عيوب عدة للخلايا بشكل غير واضح أو جسيمات خاملة من نفس الجسم. ثاني كاين نيميراسيو أبريسيليال كيلتير، يعني صح الإحصاء بعد الزرع. هذه الطريقة تؤخذ بعين الاعتبار الخلايا الحية وقادرة على النمو، والنتيجة ليست فورية لأنه من الضروري انتظار الوقت اللازم للزرع، ويمكن أن ترتبط الأخطاء بوجود تكتلات الخلايا، ويمكن إجراء العد بواسطة طريقتين، يعني العد يكون بنيميراسيو أميليو ليكيد ونيميراسيو أميليو سوليد، يعني الإحصاء في وسط السائل، ومن ضروري إعداد تخفيضات من العينة، ويمكن تقدير عدد البكتيريا عن طريق حقن كمية ثابتة من تخفيف في أنابيب من 3 إلى 5 وتحتوي على وسيط سائل. نيميراسو الإحصاء في الوسط، نيميراسو أميليو سوليد، يعني ينتشر حجم ثابت من تعليق أولي أو تخفيضات على سطح وسط أجار، يعني في أطباق بيتري بعد الحضانة. كان عدد المستعمرات يتطابق مع البكتيريا الموجودة في حجم التحليل للتعليق. هذا وش كاين؟ نروحو لبارامتر دو كرواسونس، يعني إعدادات النمو. يتم تصنيف المعلمات المختلفة التي تصف نمو البكتيريا لمعلمات الحالة والمعلمات الحركية ومعلمات التحكم. معلمات الحالة هي الرئيسية وهي الركائز S، والكتلة الحيوية X، والتركيز المنتج B. هذه المعلمات تجعل ممكن حساب غلة المحاصيل ومعلمات الإجراء أو التحكم مثل في درجة الحرارة. صح. ونروحوا لا كورب دو كرواسونس، يعني منحنى النمو وسط غير متجدد. قال لك نمو البكتيريا في بيئة غير متجددة محدودة وبعد فترة الزرع يكون متغيرا اعتمادا على الأنواع، فإنه يتوقف ويرجع ذلك إلى نضوب المغذيات في مقابل النمو في فئة متجددة. المنحنى هذا يعطينا تطور الكتلة الحيوية كدالة للوقت. الكورب دو كرواسونس يعني منحنى النمو بالنسبة، يعني في المرحلة الأ في البي في السي في الدي في الأو في الأف، يعني يبدأ من الآن إكس سيفر، وبعد يبدأ في التضاعف، وبعد الآن ميكس، وبعد يبدأ في الانخفاض. يمثل الرسم البياني اللوغاريتم الطبيعي للكتلة الحيوية كدالة للوقت. قالك يمكن تمثيل الحصول على منطقة خطية. صح. هذا يعطينا ثاني، هذا يسموه تطور معدل النمو المحدد. صح. في الكورب دو كرواسونس نبدأ بأول شيء فاز دو كرواسونس، يعني مراحل النمو. عندنا مرحلة الكموم، فاز دو لاتونس يعني الكموم، فاز أكسيليراسيو يعني مرحلة التسارع، وفاز اكسيبسونسيال يعني المرحلة الأسية يعني، وأخيرا وأخيرا فاز ديكسي ليراسيو، وفاز ستاسيونار، وفاز دو ديسيلين. نبدأ بالفاز الأولى، لفاز تاع التباعد من الكومون، يعني النمو لا يبدأ فورا ولكن فقط بعد طور الكومون من مدة التغير، ضروري للتكيف مع الظروف الجديدة. صح. هذه المرحلة التي يكون فيها معدل النمو المحدد صفر. فاز تاكسيليراسيو يعني بعد حدوث طورة الكمون، مرحلة التسارع يبدأ فيها تكاثر الخلايا بسرعة محددة أكبر أو أعظم، وخلال هذه المرحلة يزداد معدل النمو المحدد. المرحلة الأسية يعني لافاز إكسبونسيال، هذه المرحلة الفيزيولوجية بامتياز، وهي تتطابق مع مضاعفة خالية ثنائية لسرعة محددة وثابتة، وتزداد الكتلة الحيوية.
خلال هذه المرحلة فإن معدل النمو المحدد يساوي المعامل التوجيهي. صح. ومن بعد تجي لافاز داكسيليراسيو، يعني مرحلة التباطؤ. لا يمكن البكتيريا أن تنمو من أجل غير مسمى في بيئة غير متجددة، البيئة تصبح أقل أو أقل مؤهلة للنمو. خلال هذه المرحلة تتباطأ الزيادة في الكتلة الحيوية ويقل معدل النمو المحدد. صح. ومن بعده فاز ستاسيونير، يعني مرحلة الثبات. تتميز هذه المرحلة بوقف النمو مع سرعة النمو، والكتلة الحيوية تصل إلى الحد الأقصى. يبقى عدد الخلايا القابلة للحياة ثابتا ويتوافق مع التوازن بين عدد الخلايا الناتجة عن ضرب وعدد الخلايا التي تختفي عن طريق تحلل تلقائي. وأخيرا وهو لافاز دو دي ديسلين، يعني مرحلة الهبوط. هذه المرحلة نتاع الهبوط أنه يقول لك خلال هذه المرحلة الأخيرة لا تنقسم البكتيريا. بعد الآن يتم تشغيل الخلية التحلل، معدل الوفيات يمكن أن يكون ثابتا في هذه الحالة، ويتم تمثيله بخط وعدد الخلايا الميتة يتناسب مع الوقت. في بعض الحالات يمكن البكتيريا أن تعيش على قيد الحياة بعد أن مرحلة نمو جديدة على حساب المواد من تحلل الخلية. يعني أنه مراحل النمو تفوت بهذا يعني لافاز، هذه مراحل النمو وينهم؟ كاين لافاز لاتونس، ومن بعده فاز اكسيليراسيو، ومن بعد يجي فاز اكسبونسيال، ومن بعده فاز داكسيليراسيو ديسيليراسيو وفاز ستاسيونير، واخيرا هو فاز ديسلين. نروحوا لسيلي البكتيريين، يعني الخلايا البكتيريا. صح. مش سليل لكلتير بكتيريان، الزرعات البكتيرية عفوا. قالك تلقى النمو المستمر وتطبيقات صناعية معروفة كتخمر في عملية التخمر القاطعة. صح. وش عندنا؟ كاين ليبيو رياكتور، يعني المفاعلات الحيوية. صح. هذه هي مرفقات مغلقة بإحكام، مما يتيح سهولة التعقيم وصيانة عقامة خلال فترة الزرع. يجب عليهم مقاومة الاهتزاز أثناء التحريض والضغط الزائد والتآكل. يمثل الحجم المفيد يعني 4/5 من الحجم الكلي للخزان. بالنسبة للأحجام الصغيرة أقل من 10 لتر، فإن الخزان مصنوع من الزجاج. بالنسبة للأحجام الأكبر فهي عبارة عن مرفقات معدنية غير قابلة للصدأ، مع فتحات تسمح بالتحكم البصري في الزرعة. وبالنسبة للمفاعلات الحيوية الصغيرة يمكن إجراء التعقيم عن طريق إجراء التعقيم عند درجة مئوية 120 درجة. صح. بالنسبة لأحجام أكبر يتم تعقيم السماعات بالبخار أو بالتناسب، ويتم توفير جميع المدخلات، يعني الركائز، مكبات الرغوة، اللقاح، التهوية، قواعد الأحماض إلى آخره. في هذه عدنا سيستم اون فاز ليكيد، يعني أنظمة الطور السائل. يمكن استخدام 3 عمليات. وينهم العمليات؟ كاين لولا كولتور اون ديسكونتينيو، يعني زرع متقطع في حجم ثابت دون التجديد المتوسطة، ويتم التعامل مع كل شيء في نهاية الزرع. وكاين الزوج كولتور كونتيني، ديسكونتيني، ومن بعد كولتير اون ديسكونتيني اليمونتيا، زرع تغذية متقطع يعني مع إضافة خاضعة للرقابة لعناصر معينة. وأخيرا وهو كولتير كونتيني، يعني زرع مستمرة. في هذه الحالة يمكن استخدام أنظمة متعددة المراحل. صح. هذا بالنسبة للسيستم انفاز ليكيد. سيستم انفاز سوليد، يعني أنظمة التطور الصلب. في هذه الأنظمة يتم ترطيب الأسطح ببساطة صح، وتستخدم تقليديا لصنع نبيذ الأرز والركائز. صح. الركائز الأكثر استخداما هي حبوب، هي الحبوبة، ويجب أن تحظى الكائنات الدقيقة بالتسامح مع منخفض الأدبلوفي والعفن والخميرة. صح. سيستم إيموبيلي، يعني الأنظمة المجمدة. تتميز هذه الأنظمة بالعديد من المزايا، مثل
الحفاظ على المواد البيولوجية وسهولة استيراد المنتجات. ويمكن استخدام 4 أنواع من الأصول، وين من الأصول كاين لادسوربسيو لانكلوزيو وليزو كوفالونت ولا فلوكيلاسيو. أولا لادسوربسيو يعني الامتزاز، عملية تستخدم لصنع الخل ويمكن أن تمتز لكائنات حية دقيقة على خرز، والإدراج دمج الكائنات الدقيقة في مصفات بوليمر جامد مثل الجينات الصوديوم. وليزو كوفالونت الرابطة التساهمية تستخدم تثبيت الإنزيمات وهي أقل استخدام للكائنات الحية الدقيقة، إنها رابطة كيميائية لا رجعة فيها. والفلوكيلاسيو يعني التندف، وهي نظام يتسبب في تجميع الخلايا عن طريق إضافة البولي إلكتروليت مثل الشيتوتوزان، يتم تشكيل روابط الهيدروجين. صح. يقولك تستخدم أنواع مختلفة من الفعيلات، يعني رياكسيون أونيتيليزي، وكاين وش كاين؟ كاين ورانا رياكتور أون ليت فيكس، رياكتور أون ليت فلويديزي، رياكتور أفيبر كروز، ورياكتور أون ممبران سيمي بيرميابل. صح. الأول الفيكس معناه مفاعلات السرير الثابت، تراكم الكرات في عمود ويتم تثبيت ضوابط مختلفة من قبل نظام خارجي. الرياكتور أوليت فلويديزي يعني مفاعلات مميعة، في هذا النظام يتم تجنب انسداد الكرات من خلال تعديل كثافتها وسرعة التدفق. ورياكتور وفيبر كروز يعني مفاعلات ألياف مجوفة تدور وسط المزرعة من خلال الألياف المجوفة حيث تنمو خلاياها. رياكتور ممبران سمي برميابل يعني مفاعلات الأغشية قابلة للنفاذ شبه تام، مشابهة للمفاعلات السابقة، فيما عدا أن ألياف تستبدل بأغشية شبه النفاذ. هذا وش كاين في الجزء الخامس اللي يحكي على الكلتير بكتيريا يعني زرعة البكتيريا، وش لازمنا؟ قلنا كاين البيو رياكتور واللي فيها السيستام اون فاز ليكيد، واللي تتكون من كولتير ديسكونتيني، كولتير ديسكونتيني أليمونتي، وكولتير كونتي، وكاين لي سيستيم اون فاز سوليد ولي سيستيم ايموبيلي. ولي سيستيم ايموبيلي فيه لادسوربسيون لانكليزيون ليزو كوفالونت وفلوكيلاسيون. وبالنسبه للرياكتور كاين رياكتور اون ليت فيكسي، وكاين رياكتور ليت فلويديزي، وكاين رياكتور اون افيبر كروز، وكاين رياكتور امامبران سمي برميابل. روحوا لزاجون انتي ميكروبيا. صح. العوامل المضادة للميكروبات، نقول لك ولأسباب عديدة من ضروري السيطرة على تطور الكائنات الدقيقة تجنب أطارها الضارة على البشر والحيوانات أو على المنتجات الغذائية. صح. كلك ديفينيسيو، نبدأ بحاجة الأولى ستيريليزاسيو، وهي التعقيم، وهي عملية تهدف إلى قتل جميع الكائنات الدقيقة الموجودة في المنتج. بعدها كاينة ديزانفكسيو، يعني ديزانفكسيو هذه التطهير، هذا المصطلح لأي عمل مضاد للجراثيم بغض النظر عن مستوى النتيجة، وذلك باستخدام منتج يسمح المطهر والحد من النباتات يعني. صح. كاين ديكونتاميناسيو يعني إزالة التلوث، إنها عملية مؤقتة لقضاء الكائنات الحية الدقيقة غير المرغوبة أو قتلها وتضبيطها. لاسبير أو بيا لاسوبسي هذه العقامة هي مجموعة من التدابير قادرة على منع أي مساهمة خارجية من الكائنات الحية الدقيقة، وتعد طرق تطوير والتعقيم والمعالجة الميكروبية وسائل لتحقيق العقامة. صح. لونتي سوبسي التطهير، إنها عملية مؤقتة تسمح للأنسجة الحية ضمن حدود تسامحها بالقضاء على الكائنات الحية الدقيقة أو قتلها. لونتي بيوتيك يعني مضادات حيوية السمية الخلوية، المطهرات تحتفظ بها للاستخدام المحلي.
مواد أخرى قادرة على التصرف على الكائنات الدقيقة في حين أنها خالية من الطاقة السامة. وتشمل هذه العوامل المؤهلة كعلاج كيميائي للسلفونامدات والمضادات الحيوية. هذا كالكو ديفينيسيون. روحوا للزوج أكسيو أنتي ميكروبيان، يعني عامل مضادات الحياة الميكروبات، يعني لا يمكن العثور على الكائنات الحية الدقيقة إلا قال لك في دولتين، يعني الحياة أو الموت. لذا يمكن القول أن تدمير كائن دقيق هو ظاهرة من كل أو لا شيء، يعني إن مجموعة من الكائنات الحية الدقيقة الموضوعة بعامل مضاد الميكروبات تحتوي في البداية على الجراثيم الحية فقط والجراثيم الميتة، ولن يكون تدميرها فوريا بأي حال من الأحوال بأي حال من الأحوال. صح. عدنا كائن للميكرو أورغانيزم. الكائنات الحية الدقيقة على سبيل المثال الأنواع البكتيرية لها حساسيات مختلفة لعوامل مختلفة المضادة للميكروبات، من المفيد خلال العدوى تحديد المضاد الحيوي. كاين لونفيرونمون، البيئة، يمكن أن يكون بيئة الزرعة التي تتطور فيها التجربة والنسيج الذي يعمل فيه مطهر، ويتأثر العمل المضاد للميكروبات من درجة الحرارة ودرجة الحموضة. لاجو أنتي ميكروبيا، يعني العوامل المضادة البكتيرية قال لكل وكيل ممكن تحديد طيف عمل. يعتمد هذا الطيف على عدة عوامل، يعني التركيز، زمن التماس، الاستقرار الكيميائي، الذوبانية، ويمكن أن يكون العمل المضاد للميكروبات مميتا أو مثبطا فقط. ويمكن بالتالي التمييز بين عوامل التدمير مثل درجة الحرارة الحالية والإشعاع مثل الأشعة فوق البنفسجية والأشعة السينية. صح. هذا وش كاين في الفلاكسيو أنتي ميكروبيان. لا تروازيام. صح. ليزاجو أنتي ميكروبيان. كيلكو ديفينيسيون لسيس، يعني ليزاجو ميكرو أنتي ميكروبيا فيزيك، يعني العوامل الفيزيائية المضادة للميكروبات. كاين وينه؟ كاين درجة الحرارة وكاين حرارة. لا 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 لا. صح. نبدأ بدرجة الحرارة وبعدين نروح. يقولك يعتمد على درجة لا تمبراتور، يعتمد على درجة الحرارة على البيئة والحالة الفيزيائية الكيميائية للخلايا وعددها في محلول الماء. يتم قتل معظم الجراثيم في أشكالها النباتية بسرعة عند درجة حرارة 100 درجة مئوية. من ناحية أخرى في بيئة مجففة هي أكثر مقاومة ويتطلب تعقيم الجاف للأجسام أو الزجاج أو المواد المعدنية، ودرجة حرارة تبلغ حتى 180 درجة مئوية. عادة ما يتم تعطيل الأشكال النباتية للبيئات عن طريق التسخين عند 50-60 درجة مئوية لمدة 30 دقيقة فقط. صح. تستخدم عملية تعقيم أو تعقيم العملية الحرارة الرطبة أو الحرارة الجافة. عدنا في الكائن الشالور إيميت، يعني التعقيم بالحرارة الرطبة تحت الضغط عن طريق، وهو طريقة مستخدمة على نطاق واسع. صح. الأوتوكلاف عبارة عن حاوية معدنية محكمة الغلق يتم فيها تسخين الماء تحت الضغط لتعمل بخار الماء المشبع. يتم التعقيم عندما يتم الحفظ على درجة حرارة 120 درجة مئوية لمدة 15-20 دقيقة. وكاين لتندالزاسيون. تندال يعني تندلة. بعض وسائل الإعلام أو المواد السائلة حساسة لدرجة الحرارة ويتم تعقيمها عن طريق التندال. تتكون هذه العملية من تسخين الوسط من 60 إلى 70 درجة مئوية لمدة 30-60 دقيقة ثلاث مرات متتالية مع فترة 24 ساعة. عند هذه الدرجة من الحرارة يتم تدمير جميع الأشكال النباتية، ويمكن أن تثبت جراثيم المقاومة الحرارية في كل فترة زمنية وتتحول لأشكال نباتية يتم التخلص منها عن طريق العلاجات التالية. صح. الباستوريزاسيون. باستور يعني الباسترة. تتكون هذه العملية من استخدام النسختين أو من استخدام التسخين المعتدل، يعني من 60 إلى 70 درجة مئوية لبضع دقائق. صح. و90 درجة مئوية لمدة 30 دقيقة.
يعني ارتفاع البسترة، و140 درجة مئوية لبضع ثواني يعني في البسترة. صح. تمارس هذه التقنية على نطاق واسع في صناعة الألبان، يمكن اعتبار الغليان من البسترة العالية لتدمير الحد الأقصى من الجراثيم. لا شالور ساش يعني. الحرارة الجافة، بالنسبة لبعض المواد يعني الأواني الزجاجية والمعدات الجراحية التي مرغوب فيها أن من الممكن أن تلامس الرطوبة، يتم استخدام الحرارة الجافة كوسيلة للتعقيم، ويتم توفيرها بواسطة أفران كهربائية يعني فرن باستور، يتطلب تعقيم درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 30 دقيقة أو 160 إلى 170 درجة مئوية لمدة 2 ساعة. الراديياسيو الإشعاعات، الإشعاع الشمسي يعني الأشعة فوق البنفسجية، هو عامل تعقيم طبيعي، وغياب الكائنات الدقيقة على سطح الماء يسبب التشعيع الشمسي بسبب التشعيع الشمسي. الأنواع الرئيسية للأشعاع الشمسي هي الكهرومغناطيسية والإلكترونية والصوتية. كاين عندنا لراديياسيو إلكترو مانيتيك ولراديياسيو إلكترو نيك ولراديياسيو سبونيك. أولا لراديياسيو الإشعاعات الكهرومغناطيسية، وتتميز بطول موجتها، فكمية الطاقة التي يتنازل عنها الإشعاع تكون أكبر كلما كان طول الموجة أصغر. صح. الإشعاعات الإلكترونية، إن انبعاث المستمر للإلكترونات عالية السرعة لديه قدرة على تعقيم مماثلة لتلك الخاصة بالأشعة. الإشعاعات الصوتية، الموجات فوق الصوتية لديها القدرة على قتل البكتيريا في التعليق في السائل عن طريق الإفراج عن المحتوى الخلوي. صح. لابريسيوم، هذا ضغوط عالية قادرة على تدمير الكائنات الدقيقة، يمكن أن يقتل 4000 بار من اللحم وينتج الغذاء والمنتجات الغذائية الأخرى بشكل كبير محتوى جرثوماتهم. صح. ليليميناسيو ميكانيك، يعني الإزالة الميكانيكية، طريقتان للتخلص الميكانيكي من الكائنات الدقيقة في المواد السائلة، والله في الميليو يعني ليكيد، وهي كاين الفلتراسيو كاين سنترفيغاسيو. التصفية، الفلتراسيو وهي أفضل عملية تعقيم للمحلول الذي يحتوي على مواد بالحرارة مثل البروتينات، وتسمى التعقيم أي الترشيح أيضا أو التعقيم البارد. أما سنترفيغاسيو وهو يسموه طرد المركزي، يمكن إزالة البكتيريا في وسط السائل عن طريق الطرد المركزي من 5000 جرام، وهذا ما يسمى بعملية بكتيريا، وتستخدم في صناعة الألبان لزيادة كفاءة البسترة. 4. ليزاجو أنتي ميكروبيا، يعني العوامل الكيميائية المضادة، يمكن تنفيذ أنشطة العوامل الكيميائية فيما يتعلق بالكائنات الدقيقة بطرق مختلفة، عن طريق الأكسدة والتشديد البروتينات، عن طريق تغيير غشاء البلازما، عن طريق عمل الأيض. هذا وش كاين؟ يعني نبدأ بالأكسيدون يعني التأكسد، عوامل المؤكسد مثل البيروكسيد الهيدروجين واليود والكلور ومشتقات الأكسدة، مجموعة الأس أش الحرة من الإنزيمات وتغييرها بشكل لا رجع فيه. صح. عن طريق الكحول يعني الألكول، تتصرف الكحولات بطريقة مشابهة لمادة الحرارة عن طريق تجلط البروتينات، وتكون قوتها المضادة للميكروبات متناسبة مع وزنها الجزيئي وقابليتها الذوبان في الماء. الميتو لور يعني عن طريق المعادن الثقيلة، تتحد الأملاح المعادن الثقيلة مثل الزئبق ومشتقات العضوية وغير العضوية مع مجموعات سي اش الحرة إنزيمات تعطلها. عن طريق الفينول يعني الفينولات، تعمل المركبات الفينولية بحكم وظيفة الفينول عن طريق تثبيت النظم الإنزيمية أو تشويه غشاء بلازما من سبب تسرب المكونات الخلوية. ثاني الألديهيد، يعني الألديهيدات نقول لك، ويرتبط نشاط الألديهيدات التي تمسخ البروتينات والأحماض النووية عن طريق الحد الكيميائي، لديهم نشاط ميكروبيكل يتم استخدامه لتطهير الأسطح. عن طريق الصابون اي ديترجون يعني الصابون المنظفات، الصابون اللي صابون عمل ميكانيكي، فهي تقلل قوى التوتر السطحي وتزيد
من قوة التبول في الماء والبذور صح محصورة في الرغوة ثم تشطف المنظفات. لديها عمل مضاد للميكروبات وهو ميكروبات إضافي صح الكلورو. الأسباغ يستخدم معظم مطهرات الاستخدام المحلي، لديهم عمل انتقائي بعض الأحيان. استيريليزاسيو بارلي غاز يعني التعقيم عن طريق الغاز، بعد تعقيم الغاز يعد تعقيم الغاز عملية جدا لمنتجات الحساسة الحرارة والمعدات البلاستيكية وأماكن العمل. ثاني صحة، ويجب تحضير الغاز المستخدم بسهولة مع وجود قدرة انتشار في الهواء. إجراء على الكائنات الحية الدقيقة يعني. الغاز مش عدنا ورانا كان اللي فورما الديهيد، كان لوكسيد دالديهيد، كان البيتا برو بيبيو نو لاكتون، وكان لوزون يعني الفورما فورمال دي هايد تستخدم عند نطاق واسع لتطهير المباني. كاين اكسيد الايثيلين يستخدم تعقيم المواد البلاستيكيه، وكاين البيتا بروبيون نو لاكتون نشط يتم استخدامه تعقيم المعدات الجراحيه، وكاين لوزون فعال جدا يتم استخدامه تعقيم المياه. لاجون شيميو تيرابوتيك يعني عوامل العلاج الكيميائي المضادات الحيويه والسلفونامدات. لكي تكون مفيده في العلاج يجب ان تهب ماده ذات سميه انتقائيه يعني وغير ضاره لخلايا المضيف صح. ليزاج شيميو تيرابيك كان الكلاسيفيكاسيون، نبداو بالكلاسيفيكاسيون. يمكن تصنيف المضادات الحيوية وفقا لمجال عملها. كاين المضادات الحيوية واسعة الطيف، المضادات الحيوية ضيقة الطيف، المضادات الحيوية المضادة للفطريات، الأورام المضادة، الأدوية المضادة للفطريات، مضادة الفطريات، مضادة الجراثيم إلى آخره. من الممكن تصنيفها وفقا لموقع عملها، يعني المضادات الحيوية التي تعمل على أجزاء الخلية، على غشاء البلازما، على الأحماض النووية، على الربيسوم إلى آخره. وبشكل عام يمكن التصنيف الكيميائي الأكثر استخداما وهو مبني على مبدأ المضادات الحيوية يمكن تصنيفها على أساس تركيبها الكيميائي في العديد من العائلات، يعني بيتا لاكتومينات صح كين فارنا بيتا لاكتومين، ثاني أوليغو ساكاريد، كين ستريبتو ميسين، كين لتترا سيكلين معنى تيترا سيكلين، كاين لي فيني كول يعني كلورا مي فيني كول يعني بزاف صحة. لي مود داكسيو صحة طرق العمل لاستخدام مضاد حيوي في العلاج البشري مضادات، اختبار نشاط من المختبر، معرفة خصائصية الدوائية صح. في المود داكسيو استعملنا نقول لك لاكسيو سور لو سانتيز دو لاباروا يعني العمل على تخليق الجدار وهو على وجه الخصوص بيتا الاكتيمينات. ثاني لاكسيو سور لا سانتيز دو بروتين يعني العمل على تخليق البروتين، بعض المضادات الحيوية تؤثر على تخليق البروتين الريبوسوم عن طريق منع قراءة الشفرة ار ان ان صح. لاكسيو سور لو ميمبران بلازميك يعني العمل على غشاء البلازما، تعمل المضادات الحيوية مضادة بتيت مثل البولي ميكسين على الغشاء السيتوبلازمي في طريقة عمل طريقة الفاعل في السطح بسبب شحنته. لاكسيو سور ليزاسيد نيكلياك يعني العمل على الأحماض النووية. كاين ليميتو ميكسين اي ليبور فيرو ميكسين العمل على الحمض النووي، تشكل الجسور بين خيوط الحمض النووي اثنين يمكن ان تمنع الهجرة وتكرارها. كاين لاكسيو بار انهيبيتيسيو كومبيتيتيف يعني الاجراء من خلال التضبيط التنفسي صح. صح وهو اسلوب عمل مضاد مولدة مضادة صح. ميزور دو لاكتيفيتي دي انثوبيوتيك يعني انتيبيوتيك يعني قياس نشاط المضادات الحيوية.
صح، يقول لك هذا الإجراء ضروري لتحديد المستوى العلاجي المضاد الحيوي، ويتم تحديد تركيزات اثنين، يعني تركيز المثبط لحد الأدنى وتركيز جراثيم لحد الأدنى. يتم استخدام طريقة القياس، يعني طريقة التخفيف وطريقة الانتشار. صح. ديترميناسيون دو لا توكسيتي دي انتيبيوتيك، يعني تحديد سمية المضادات الحيوية. هناك حاجة لتركيزين حاسمين لتحديد مستوى العلاجي للمضاد الحيوي، يعني تركيز حرج أقل وتركيز حرج أعلى. الجراثيم الحساسة يعني الميك للمضاد الحيوي أقل من سي سي إي، يتعامل يتم التعامل مع الجراثيم بالطريق العام بالجرعات وبالجرعات المعتادة. صح. الجرام وبيال الجرم ريزيستو، يعني الجراثيم المقاومة. إن المضاد الحيوي أعلى. صح. كاين للجرم إنسنسيبيليتي انترميتير، يعني جراثيم حساسية الوسيطة. صح. روحوا لا ريزيستانس او انتيبيوتيك، يعني مقاومة المضادات الحيوية. وقال ان الحية الحية الداخلية تكون مقاومة عندما تكون قادرة على النمو في وجود مستوى مضاد حيوي اعلى بكثير من المعتاد، معدل المعتاد فيه. صح. وش عندنا؟ عندنا ديترميناسيو جينيتيك، وعندنا ميكانيزم دو ريزيستانس، يعني تحديد جيني ان تعبير عن المقاومة هو ظاهرة خاضعة للسيطرة الوراثية، ويحكم رمز المقاومة الجينية الموجودة في نوعين من جزيئات الحمض النووي، الكروموسوم والبلازميت وغيرها. الآلية المقاومة، يعني ميكانيزم دو ريزيستانس، يعني لك عدة آليات مقاومة ممكنة من خلال عدم وجود اختراق، عن طريق تعديل الهدف، عن طريق إنتاج الإنزيمات، عن طريق تغيير مسار التمثيل الغذائي إلى آخره. هذا وش كان في الشابيتر هذا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.